حاجة دلوقتي أو مباراة من ضمن المباريات اللي النادي الأهلي كسبها، كسبها 6. خلينا نطلع نشوف المباراة دي. جميله من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا حلوه يا رضا. 1-0 في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء، وادي رضا المتالق في اول ظهور له مع النادي الاهلي. وستة احمر جوه منطقه جزاء الزمالك وعاليه وحلوه، وهوبا ومرسل والهدف الثاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، والهدف الثاني لابراهيم سعيد في الدقيقه 18. عملت حلوه قوي قوي قوي، لكن في تباطؤ من دفاع نادي الزمالك اهي، وامسكها وسبعة منصف يلعبها وائل جمعه ويلمسها ابراهيم سعيد. يا سلام عليك يا ابراهيم يا سعيد يا لعيب، حلوه حلوه حلوه. والدقيقه 18 من زمن الشوط الاول 2-0. لا لا، ثلاثه حلوين لبلال، احلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال، اوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله 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 الله، والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال، ويحل عليه الرصيكه ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها زي ما بيكون بيحط ضربه جزاء بالظبط، لان ما فيش اي مشاركه من رضا سيكا او بشير التبعي او محمد ابو علي او اي حد، ثلاثة واقفين يتفرجوا عليه، وحطها حلوة حلوة حلوة. ثلاثة الأهلي لا شيء، نادي الزمالك في الدقيقة. طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو واحد لواحد، بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي، عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه، ما يقدرش يعمل له حاجه، وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه، وادي ترقيصه بشير، وادي دخوله، وادي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف، صعبه صعبه صعبه. وبرافو برافو برافو يا بيبو، وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد، ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك. بص خالد اخذ بشير وسيكا وفاروق وفاروق وسقاها فاروق وبيبو، واخذ بشير وحطها وهو واقف وعبد المنصف، وهدف خامس. مش ممكن، ايه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول، ده يوم من ايام الكرة اللي ما بتتكررش ابدا. وده سيد عبد الحفيظ، وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض، ثلاثه احمر على اثنين ابيض، بيجري بيبو ويحطها له، وهو جول 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 وهو جول. اقول لك ايه واعد لك ايه، وهو جول. هل ده ممكن نشوفه؟ طبعا ممكن نشوفه. أنا جايب لحضراتكم ماتش من البطولة الأفريقية وماتش من الدوري، عشان عندنا ماتش بكرة في الدوري. عندنا بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا 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 في الدوري العام، إن شاء الله الساعة وربع ولا الساعة ونص الأخيرة هنتكلم فيها عن هذه المباراة. ولكن برضو بمناسبة وإحنا بنتكلم عن البطولة الأفريقية والمباراة السابقة، أحد